بالنسبه لسؤالك الاولاني اسكو باش نشوفوا كوتش بالنسبه لسؤالك الاولاني اسكو باش نشوفوا ايكيب ناسيونال معناها اون ابروش اخرى نحب نسالك ساعه قبل بارابور او زوتر ماتش معناها بارابور او كاتر ماتش خاطر انا عايش معهم اربع مباريات ومازالوا زوز في الاربع مباريات اللي لعبتهم اذا كان تشوف اوكي فما باش ناكد سورتو على المباراه نتاع رياض السمام في جزر القمر اللي سانسيرمون اوني باسي على كوتي دي ماتش هذا واحد لكن فما امان سامح لي تنجم تقعد على خاطر باش يجاوب فيه ومش الجزر سامح لي دونك عندنا اون راتي دو ماتش دي كومور في رادس اوني باسي على كوتي دي ماتش وتكلمت انا قلت راهو ما فما حتى عمر كنا خايبين ما تنجمش تغير الحقيقه فما تقريبا ال 40 دقيقة ال 40 دقيقة الأولانيين أمام جزر القمر في الكوت ديفوار كانوا خايبين لكن شفنا أن فوليوم دو جو كبير برشا كي نحكي كبير برشا راهو يكون في متراج كبير لكن احنا بالاستاتيستيك اللي عندنا التواجد نتاعنا في منطقة البوكس لو نومبر دي زوكازيون كونتر المنافس الأولاني اللي هو مدغشقر واللي ذبحناه بألم كبير في الدقيقة 98 وفما كذلك مباراة غامبيا اللي لعبناها في المغرب من ريانا كانت مباراة مش ما نقولش ممتازة مش نقول مباراة فوق المتوسط فما الشوط الثاني وفما الشوط الثاني أمام جزر القمر اللي وقت اللي احنا كنا في التون فور بتاعنا هما سجلونا ورجعنا وبراتيكمون قلقناهمش اسكو باش تشوف حاجة مغايرة للي شفته انا لابروش نتاعي انه في الماتشات الزوز هذوما اوني كيلكو بار دو امور كيلكو بار باش تجيب ثلاثه من سته بون تقول لي شنو قدام تلعب مع مدغشقر ومع غامبيا وحكايه التصنيف ومنتخبات صغيره واحد اللي انا ما عادش نمن بها الحكايه هذيا لكن الفو اتر بريدون وكي نقول بريدون راهو نحكي على ايكيليبر كي نقول بريدون ستو تراو باش تراو ان شاء الله ماهوش فريق متكتل للتالي لا بالعكس باش نختاروا اون زون باش نفكوا بها الكره وباش نستعملوا عندنا اسلحه باش نستعملوهم انت ديجا كي تشوف في الاتاك نجم تفهم شويه لابروش تو كانت تلقى لي زاتاكون بارتيكوليرمون سو كي جون جوي سو لو كوتي الكاليتي اللي موجوده عندهم سي لا فيتيس تو تشوفهم الاربع حتى نجم يسميهم دونك سيف الله الطيف الي رابيد حاج محمد الي رابيد العيوني il est très rapide sur le côté droit donc تفهم شويه peut-être l'approche شوف حاجه جديده مش باش نقعد نقول لك شوف حاجه جديده لكن باش تشوف ان انجاجمون توتال بحول الله من الملاعبين كي يقول ان انجاجمون ماهوش انجاجمون فيزيك بركة في الابروش نتاعي نتاع الكوميونيكاسيون مع الملاعبين ديجا عندي 10 ايام براتيكمون 90 ولا اكثر من 95% حكيت معاهم وقلت لهم شنو نستنى فيهم دونك ان شاء الله جاهزين يوسف يوسف نتاع تحمل المسؤوليه والشجاعه واحد نكبس السنتوره قال لك باهي باش نبدا لك بالسؤال الثالث نتاع يوسف مساكني خاطر جاوبت قلت لك راهو باش نسكروا الملف ليس خوفا من هذا الموضوع يفو اتر بريسي انات قلت راهو ماهوش اجراء تاديبي واضح بعد تقول لي انت وقت اللي كنت على يمين المدرب ساعة كنت على اليسار نتاع المدرب نقعد على اليسار مش على اليمين كنت على يسار المدرب كيمو كنت انا كولابوراتور ولا ادجوان اليوم انا راهو باش نكذب عليكم راهي مدرب ظرفي بون بعد تقول لي بوتيتر البروفيزوار كي دور انا ما ندخلش في اقدار الله اوكي دونك يوسف المساكني ليس باجراء تاديبي ينسحب عليه ما ينسحب على فرجاني ساسي مع فرجاني ساسي عنده المباراة الأولى ما يلعبهاش تقف أنا هذا جاوبي على السؤال الثالث وما عادش نرجع للموضوع هذا الموضوع الأول تقول لي مغامرة نجم تراها مغامرة ويبدو لي أنه حتى الأغلبية يقولوا لي مغامرة القراب لي نحكي على أولادي كبار زوجتي والعائلة يقولوا لي راهو مغامرة وقتاش أنا ما غامرتش برا نمشي حل ويكيبيديا ولا ترانسفير ماركت وشوف
اللي ينعطوا فيها ديما بالفشل الواحد متقبل. انا ما عنديش حتى ما تنعطي بالفشل راهو عادي جدا، لازم حاجه بركه ما تمسليش شخص. احكي على المدرب ما تحكيش على الشخص، وتحكي على مرته وصغاره وابوه وامه وخالته، هذا ما نقبلوش، ونولي عدواني لاقصى درجه وحقي هذاك. اما باش تحكي على المدرب فاشل، فاشل المدرب برا، شوف المدرب طيح فلان، فما حتى اسامي نتاع جمعيات ما طاحوش على يديا لاصقهم فيها يا سيدي ميساج. لكن انا نقبلهم المهمات هذوما خاطر في الادان نتاعي. تقول لي شجاعه ربما راهي تولي تهور، نعطيك فيها شويه حق ميساج. تهورت قبل وربما انا متهور تو، لكن عندي ثقه في ربي وعندي ثقه في امكانياتي وعندي ثقه خاصه في شخصيتي، انه بحول الله نتعداو الفتره نتاع الزواج هذه نتاع المركبه نتاع المنتخب. وصفه النجاح مثال باش نكون زاد شحيح معك، عندي انا ست نقاط. ست نقاط رجعوا شويه ما فقدناه بين ظفرين من وائل الوجه مع المنتخب، ولو ان المنتخب في حالته هذه توا الانيه ما نصورش تقولوا لي راهو توا هذا المنتخب هذا. قداش عملتوا من انتم اللي حاضرين هنا؟ يمكن اقل واحد فيكم عمل 40 ولا 50 ندوه صحفيه مع الناخبين، كسوسوا نبداو من نبيل وجلال والمنظر وكل كل كل ومنتصر. عندنا 10 سنين احوال المنتخب مش هيك، ماهوش تفصي من المسؤوليه، لكن هاني قلت لك وصفه النجاح ست نقاط نسترجعوا بها ربما ما بقي من ماء الوجه المنتخب. مش في طور، سي ان شوا بيرمون تكتيك بارابور او كاتر ماتش، ما تحرفوليش كلامي، بارابور او كاتر ماتش اللي تواجدت فيهم انا مع المنتخب، اثنين الاولانيين ما شاركش فيهم يوسف وكان مصاب قعد معانا وحتى راحت المغرب عملها، وبعد جاء ماتش جزر القمر اللي لعب فيه وبدلناه، وبعد الماتش نتاع جامبيا قبلوا جامبيا وجزر القمر بون جزر القمر الي روتور اللي وقع استبدال. صراحة في تقييمي أنا المردود يوسف عامة، كي نحكي مردود راهو نحكي مردود بدني ومردود فني ومردود تكتيكي، بعيد برشا عن نجم يقدم يوسف المساكني للمنتخب. ما نحبش نستعمل ما نعرفوا قيمة يوسف وشنو هو يوسف مدى 10 و 15 سنة وش عطاه للمنتخب وش عطاه للفرق اللي لعب فيها سواء الترجي ولا العربي القطري توا ولا اللي تحب انت. دونك اكتفي بالقول ان يوسف بعيد على المستوى اللي نجم يقدم فيه الإضافة اللي راها أنا شخصيا كمسؤول عن المنتخب، وأكتفي بذلك. دونك ما فما حتى ميزور ديسيبلينير ولا حتى أبروش أخرى بارابور ليوسف، ما نساوش اللي هو قائد نتاع فريق. تقول لك زاد حاجة أخرى باش ما نكونش أنا كاين فضائي، أنا بشر وكي جي ناخذ ديسيزيون نشوف لو بور لو كونتر، مرة نبدا شايخ بالديسيزيون تاعي ومرة نخاف منها الديسيزيون تاعي، نعرف ردود الأفعال، لونفيرونمون، التنظير، بين ضفرين لوسخ كان تحب تو نحكيو عليه. تو نحكي لا تو نحكيو عليه، لا لا مش تو نحكيو عليه، نجيب حداك النهار تو نحكيو عليه ساعة نحكيو على لوسخ حاشا. دونك خذيت الديسيزيون تاعي، لكن خذيت الديسيزيون وأنا إنسان شجاع، لأن كلمناه، مش ناخذ الديسيزيون وما نكلموش. خليني نحل قوس صغير ونرجع ملي دخلت ليكيب ناسيونال صافي توا قريب 3 اشهر، نعطيو ديما ليستا فيها 45 46 ساعات نوصل 50. كل اللاعبين اللي احنا متاكدين انهم ينجموا يكونوا في المنتخب لكن لاسباب ما همش موجودين. اوكي نجم انت تقول لي نجيب علي، علي ما نجمش نجيبه خاطر عندي وفره ولا على خاطر اللي يلعب في بلاصته بتاتر خير منه باللي كريتير دو شوا، نهزوا التليفون ونحكيو معاه. هذا انا نغارونتيو لك. اوكي؟ لا اللي صار مع تقريبا كلها نقول لك، وتو نحكي لك بعد بالتفصيل حتى اللاعبين اللي نشطوا في المنتخب وتجربه تسالهم بعد. دونك حكينا مع يوسف فهمناه، فرجاني. فرجاني ينسحب علي السبب اللي من اجله يوسف ما جاش، وهو ربما العطاء نتاعو يكونوا تصوروه يكون اعلى. واحد، اثنين فرجاني
معاقب المباراه الاولى ما يلعبش، عنده دو كارتون. دونك لي دو كارتون باش يجي معاك ما يلعبش، الصفر والتعب. نرجع لك مره اخرى باش تعاود الكلمه دي برشا، لو كومبارتيمون اللي فيه عندنا الوفره من ناحيه لا كاليتي اي دوتر كريتير، خاطر عندي انا كريتير مهم برشا، اسكو انت ولد المنتخب ولا ماكش ولد المنتخب؟ اش معنى ولد المنتخب؟ معنى انت عندك فيكو في المنتخب، عايش في المنتخب، ماكش جاي تتحسس في خطواتك الاولى في المنتخب. هذا دي كريتير على بعض اللاعبين اللي اعتمدنا. دونك دور جاوبتك.